الو، مساء الخير دكتوره. دكتوره انا امبارح اجيت لعندك عشان اخوي الصغير بطنه كثير عم تجعه. يا دكتوره الادويه اللي اعطيتينا اياها انه ما طابع، لسه يعني بطنه كثير عم تجعه وحرارته مرتفعه للولد. وما في اي فائده؟ ما في اي فائده يا دكتوره. طيب اوكي ما في مشكله، بس من بعد اذنك خلي يبول بالانينه، انينه صغيره وجيبوا لي اياها حتى نسوي عليها تحليل. خلي يبول بالانينه صغيره وجيب لك اياها مشان تحليل. يلا دكتورة هلا شي ساعة وبجي لعندي. ماشي، شكرا كثير دكتورة. قوم تعال، قوم سويها هاي بالقنينة، سوي بالقنينة وتعال جيب لي على هون بسرعة. فوتي فوتي، خلي فوت لهون. لك اهلين ابو حميد. رئيس حبيب قلبي، عاش من شغلك. شلونك؟ شو صار؟ والله مشتاق لك. كيف لك؟ والله مشتاق لك حبيبي. وين الغيبه يا زلمه عم تسال عنها؟ زلمه والله شغل وما شغل. بس بعد اذنك تليفون. الو يا حبيبي. لا والله هلا جاي رفيقي لعندي كمان، بخلص منه بروح عند الدكتوره بجي لعندها، بدي شي ساعتين. ايه اوكي اوكي والله، بس اول ما اخلص احكي معه. ماشي ماشي، سلام حبيبي سلام. وينك عم بيلعب عندي؟ لك يا زلمه والله العظيم ما رضيت. هلا شو في عندك؟ ما عندي شيء. ترى مشيت معي عند الدكتور مشان اخوي مرضان له. لك وينه هذا؟ لك ابو هادي. يا ابو هادي لك مد لك سالي بالانين وجيبها مشان الدكتوره. سويت فيها؟ ايش سويت فيها؟ يا خيتي انا عندي بقى.